مساء الخير، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. This is Arabud Extra. بداية حلقة عربود أكسترا راح تكون من خلال متابعتنا للفارس عاصي حلاني الأسبوع اللي فات اللي كان معها الزميل عماد هواري في الأردن من عمان. جاءتنا كل التفاصيل من خلال الاحتفال بأغنية الأسرة وأيضا عن تفاصيل الألبوم الجديد مع روتانا 2-in-1. ناو تفضلوا. كاميرا عربود مؤتمر هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الذي كرم الفنان عاصي الحلاني بعد إطلاقه فيديو أغنية الأسرى التي خص بها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس الفنان عاصي الحلاني جواز سفر فلسطيني. يا مستعمر أرض بلادي، كل شي تغير، كل شي تحول، لا تحلم برجوع الماضي، لا تحلم برجوع الماضي غير الثورة. لا تتأمل، أرض بلادي ملك ولادي، أرض بلادي ملك ولادي، ملك الحنطة وملك المنجل، غلط وجودك فوق ترابي. أنا سعيد بهيدي المحبة الكبيرة والاحترام وكلمات الإطراء اللي اجتني يعني من 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 سياسيين ومن الأسرى المحررين. كان في نسبة كبيرة من الأسرى نساء ورجال. أنا بعتبر هيدي القضية من القضايا اللي أنا لي شرف أني أقوم فيها أو شارك فيها، وبعتبر ما قدمناه اليوم يكون محبة جزء بسيط جدا لا يذكر من ما يقدم الأسير من تضحيات. خلال روتانا اليوم اتشكر سيادة الرئيس محمود عباس على منحي الباسبور الفلسطيني، وهذا شيء بعتز فيه وبفتخر فيه للحقيقة، وبتشكره من كل قلبي. ضبانه ليل وموال وبوريد وزنزاني، والأسرة اللي مثل جبال للحرية عطشاني. يواصل المطرب عاصي الحلاني تصوير كليب أغنيته الجديدة حبيب قلبي مع المخرج الشاب هاز غدار. احنا هلأ برومانيا عم نصور الكليب جديد، وإن شاء الله بيكون الكليب بيطير العقل. رومانيا صورنا مع هاز غدار، هاز من المخرجين اللبنانية اللي راح يكون له شأن كتير كبير بالمستقبل، وإن شاء الله الكليب هلأ يعني على روتانا قريبا. عن ما يتضمن ألبوم الجديد. الألبوم اسمه عاصي 3 نقط حبيب الألف، بيضمن 12 أغنية لبناني عراقي بدوي، وفي مجموعة من الشعراء من لبنان ومن البلاد العربية. عن جديد عاصي الحلاني، مجموعة من المهرجانات بلبنان وبمصر وبالكويت، يعني أعلن عنهم بالأسابيع المقبلة.
الحاج عاصي هو أقرب لقب لقلبه، وعشان كده حب يحكي لنا عن تجربة خاصة جدا. مش أول عمرة هذه، يعني عامل العديد، كل ما بيجيني فرصة بعمل عمرة. في كتير من الشباب لحقيننا على السوشيال ميديا، حبيت أشوفه أنه الفنان مثله مثل أي إنسان. وخلينا سوا. الأسبوع اللي فات واكبنا كل القضايا اللي كانت في القاهرة. فيفي عبده واجهت قضية مع المنتج أحمد الزواوي اللي طلبها باسترداد المبلغ متاعه اللي كان مقابل عمل ولم توفي به ولا ببنود عقده، هذا اللي قالوا. وأيضا قضية مايكا السب اللي دافعت فيها عن زوجها. كل التفاصيل شوفها مع بعض في التقريرين التاليين. أطلق المنتج أحمد الزواوي تصريحات ضد النجمة فيفي عبده بعد تقاضيها عربونا عن دورها في فيلم اللعبة مع العوالم وهو 60,000 جنيه، حيث وصفها بأنها تلعب على المنتجين الجدد بعد مماطلتها في تصوير الفيلم. عربود التقت بالمنتج أحمد الزواوي لمعرفة تفاصيل أكثر عن المشكلة. أنت دلوقتي لما بقى أنا ماضي معاك وأعطيك عربون ما تردش علي بقى إيه؟ أسكت؟ لا طبعا، لو هي مين هجيب؟ في العقد موجود توقيف في عبد. لما انت مش قد الشغل وخايفه تشتغلي ما تشتغليش، لما انت ناويه تنصبه على حد، على المنتجين الجدد، وفي اعتقادك انك تاخدي عربين وتخلعي، ده مش هتلاقيه ومش هتتسابي، واحمد زوم ما يسيبش حقه. كلمت الدكتور اشرف زكي مشكورا، قال لي تعالى اعمل لي محضر في النقابه. رحت عملت محضر، وعملت محضر في وزاره الداخليه لعدم تواصلها معايا. يا اما تتواصل معايا تقول لي انا معاك، يا اما مش معاك خد عربونك. بوم بوم لهوي بوم يا خرابي رهبي. وفي مكالمة هاتفية خصها أشرف زكي نقيب الممثلين لعربود، أعرب فيها عن وجهة نظره من موقف الزواوي. لو أي حد يرمي ورقة كده بقى في موقف تاني، يعني لو حد قدم فيك شكوى كده ياخدوا من ضدك موقف ولا في تحقيق وفي سؤال؟ ما نقدرش نقول أي حاجة لما نشوف ويسأل الأطراف كده، هو المهتم بريحة تسبيل. فيفي عبده لم توضح موقفها لأي وسيلة إعلامية ولم تعلق أبدا على تصريحات الزواوي من أي من صفحتها على السوشيال ميديا. هتعمل إيه يا كيبان؟ انتهت فرصة إن هم عيال سوزك وراح ممضيهم توكيل عام رسمي. لما جيتي تعملي له المعاتاة كانت قدمت الشهادة القديمة اللي هي بالتأجيل الخمس سنين اللي متدور ابتدي العائلة بتاعها، وأخذت عليه المعاتاة الجديدة. مايكا السب بمجرد القبض على أوكا وإرتيجا بمطار القاهرة أعلنت عن دعمها الكامل لزوجها وثقتها في سلامة موقفه، وقالت جوزي يا أطهر قلب وأنقى إنسان شفته في حياتي، ربنا عالم أنت قد إيه مظلوم، مؤمنة إنكم على حق وشدة وتزول. وأنهت البوست بهاشتاج أوكا وإرتيجا مظلومين، ورجعت بعدها طالبت الصحافة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن تزوير أوكا لورق القيد العائلي. مي كمان اتهمت مدير أعمال أوكا وإرتيجا السابق بأنه هو المزور مش زوجها وصديقه، لأنهم أصلا بيعولوا أسرهم ومش محتاجين يتهربوا من التجنيد. استغل إن هما الاثنين عندهم إخوات من الشقة، من ده من أم الإخوات دول، من أم ومن من أم تانية غير الأم بتاعت جوزي وأحمد، وعمل إخفاء بيانات من القيد العائلي. وأضافت أن التوكيل العام لمدير أعمالهم السابق هو اللي أعطاه الحق في أن يستخرج أوراق القيد العائلي الخاص بيهم، ولمحت أنه هو اللي وراء البلاغ اللي تم منعهم من السفر بسببه. التوكيل كان بتاريخ 10/12/2012، ومحمد رايح الهايك ستيب تاريخ 12 الهايك ستيب ده يا جماعه بس لمن لا يعني من رايح التجنيد. هم بقى لهم فتره مش معاه، سابوه
ويعني يعني باينه قوي يعني. بص على الله عايزه تقولي هو اللي بلغ عنهم يعني. بص هي يعني هي باينه. مي اكدت في اكتر من حوار صحفي انها بتعيش حاله من الحزن وانها مش هتتخلى عن اوكا ابدا لانها واثقه في براءته وسلامه نيته. عربود تواصل مع أحمد الطحاوي مدير أعمال أوكا وأرتيجا السابق وكشف أكثر من مفاجأة بخصوص التوكيل العام بعدما أكد أن إخوات أوكا وأرتيجا هم أشقاء ليه بنفس اسم الأب. هم مدين لي بسم الله الرحمن الرحيم التوكيل العام ده يوم 10/12/2012. شهادة الجيش طالعة لأوكا يوم مش عارف هي قالت يوم 12 أو يوم 15. فعمر ورق الجيش كل الناس عملت ورق الجيش، عمر ما ورق الجيش ده في العالم بياخد 4 أيام أو 5 أيام. يعني أنا التوكيل بتاعي معمول بعد دور الكيد العائلي اللي هي بتتهمني بيه، أنا اللي عملت الكيد العائلي، هيتقال إن الكيد العائلي طلع بموجب توكيل عام من السيد فلان الفلاني إلى السيد الفلاني، ولازم أنا أمضي ولازم يكون معايا حد من درجة القرابة الأولى. أما بخصوص تلاعبه بأوكا وأرتيجا في بداية طريقهم واستغلاله ليهم، وضح أحمد الطحاوي الظروف اللي بدأ فيها الشغل معهم. لما تعرفت على أوكا وأرتيجا كان أبويا شغال في ورشة عند واحد جارنا شغال غفير على معدات. كنت ساعتها بلف بأوكا وأرتيجا التاكس بتاع واحد صاحبنا من المنطقة، ويا رب هو يكون سامع الحلقة عشان يطلع ويقول إن الكلام ده حقيقي. كنت بلف بالتاكس بتاع الفيرنا وما كانش عندي مكتب، وكنت بقعد اخد الاوردرات عند واحد اسمه هاشم بتاع كماليات طيارات عندنا برضو على المصري بره على الشارع العمومي. واخيرا اكد انه هيعمل محضر ضد مي كساب للتشهير بيه بعد ما سبقوهم بعمل محضر بيتهموه بالتزوير، وكشف كمان عن مفاجاه كبيره. عندي بقيه الفرقه اللي شغاله مع جوزك وقاعدين عندك في فيليتك نصهم هربان من الجيش، وانا بقولها لك اهو نصهم هربان من الجيش وانت عارفاهم، وبيقول لك يا ماما مي بالاماره. لحظات قصيره من الاعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد تفضلوا. تغطيتنا لأخبار نجوم هوليوود الأسبوع اللي فات كانت منوعة، عملنا تقرير كتير حبيته اللي كان المقارنة بين النجوم البريطانيون والنجوم الأمريكان، Who's the chicest on the red carpet. أيضا كان عندنا تقرير الثاني Like Mother Like Daughter اللي شفنا كيف نجمات هوليوود عندهم بناتهم تشبههم سواء بالموهبة أو بالشكل. خلونا نسترجع نشوف التقريرين مع بعض. بالرغم من ابتسامة توم كروز على السجادة الحمراء أو إطلالة جورج كلوني المليئة بالكبرياء، دائما ما يبدي الجمهور إعجابه تجاه إطلالة الممثلين البريطانيين بشكل أكبر. توم هاردي، كريستيان بيل، إيدي ريدماين، دانيال كريغ، توم هيدلستون، جود لو، ممثلين بريطانيين اشتهروا بالإطلالة الأرستقراطية المتمثلة في الوقفة المثالية ووضع الرأس المائل قليلاً والتحديق في عدسة الكاميرا. ربما ترجع أناقة الممثلين البريطانيين على السجادة الحمراء إلى عدة أسباب. Let's check it out. أولاً، التحاقهم بمدارس أرستقراطية جعلتهم يتعلمون قيمة ارتداء بدلة بمقاس مناسب تماماً للجسم. ثانياً، التدريب على لغة الجسد في التمثيل البريطاني بشكل أساسي ما يجعلهم يسيطرون على حركة جسدهم فوق السجادة الحمراء. ثالثاً، أفضل تايلرز في العالم هم بريطانيون لأنهم يعرفون كيفية صناعة الملابس المناسبة لزبائنهم دائماً. من أن مغني الراب الكندي دريك قد احتل أعلى قائمة الرجال الأكثر أناقة في عام 2017 بقائمة جي كيو، إلا أن كل النجوم في المرتبات اللاحقة بالقائمة وحتى الثامنة بريطانيين، وهم على الترتيب إيدي ريدمايني، لوك إيفانز، كونر ماكغريغور، توم هيدلستون، نيك غريمشو، جيمس كودن، وبندكت كامبرباتش. ثم جاء نجم هوليوود الأمريكي جاريد ليتو في المرتبة 9، وبعده الممثل الإنجليزي جاك أوكونيل في المرتبة 10.
قدر البريطانيون شخصية جيمس بوند التي جسدها شان كونري هي المثل الأعلى لهم بكل ما اشتهرت به من أناقة. بينما يعتبر الأمريكيون شخصية جيمس دين في Rebel Without Cause أو مارلون براندو في The Wild One رمزاً لهم، وهذه الحقبة التي اشتهرت بارتداء الجاكيتات الجلد والأحذية الرياضية. خلونا نبتدي بريز ويذرسبون الذي يلاحظ الجميع الشبه الكبير بينها وبين بنتها إيفا فيليبي والتي ظهرت معها مؤخرا في الأوسكارز وأيضا في توزيع جوائز الأمريكان سينيماتيك في العام 2015. أما بالنسبة إلى نيكي ميناج ووالدتها كارول ماراج فهم بيتشاركوا في نفس البشرة السمراء والشعر الأسود الداكن، وبدأ التشابه بينهما واضحا للغاية حين أطلا معا في حفل توزيع جوائز البي تي في العام 2017. نفس العيون الفاتنة، لون الشعر والتسريحة المتطابقة، هذا هو حال أما ثيرمان وابنتها مايا ثيرمان هوكي والتي أطلت معها في العرض الخاص لفيلم The Theory of Everything بنيويورك في العام 2014. ميريل ستريب ليس واحدة ولا اثنين بل ثلاثة، هن بناتها لويزا جاكوبسون، غريس أند مامي، فهن يشبهن والدتهم كثيرا. آيا أموري لم تأخذ من والدتها الشكل فقط بل حتى الموهبة، فهي ابنة سوزان ساروندون والتي ظهرت معها على السجادة الحمراء في بيفرلي هيلز في العام 2014. الابتسامة الساحرة ونفس لون الشعر الأشقر جعل الممثلة جولدي هون وابنتها نجمة هوليوود كيت هاتسون تلقبان بي النجمات الذهبيات. إن شاء الله ما تزعلنا والزوبي. الأمر ذاته ينطبق على جوينيث بالترو التي بدأ بينها وبين والدتها بلينتي دانا واضحا الشبه حين التقط أحد معجبي مسلسل كولومبو صورة لبليت وقارنها بين صورة جوينيث نفسها لتنشرها جوينيث على إنستغرام وتعترف أنها لم تستطع التمييز بينها وبين والدتها. Like mother, like daughter or like daughter, like mother. ما حدا يطلب مني أترجم. غطينا موفي بريميرز الأسبوع اللي فات. العرض الأول لا فيلمين، الفيلم الأول كان بنك الحظ والفيلم الثاني كان أخلاق العبيد للكبير خالد الصاوي. شوف مع بعض. سمكة وبقرة وضفدع هم اللي تصدروا البوستر التشويقي لفيلم بنك الحظ. اشترطوا لي اسم محلي مخبوزات نجوى. أكيد يعني عملت دراسة نجوى على النوم. في محل المخبوزات ده هبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. الجمهور تساءل عن أبطال الفيلم اللي كشف عنهم البوستر الرسمي وهم أكرم حسني ومحمد ممدوح ومحمد ثروت. عامل دي شخصية عمرو، عمرو ده شخص مدلل، مامته بتدلعه وأبوته للوقت قافش عليه، فبيجي له فرصة ان هو يعمل حاجة يثبت نفسه، ويعني هو بتفكيره انه يثبت نفسه قدام أبوه ان انا اقدر اعتمد على نفسي. الحاجة دي كانت ان هو يسرق بنك هو واتنين صحابه، والبنك ده أبوه شريك فيه، فقرر إن هو يعمل ده بدافع سنة انتقام كده اللي هو أنا هثبت نفسي وأوريله إن أنا أقدر أستغنى عنه. بيبدأ إن هو يسرق البنك بمعونة الاتنين، طبعاً بيعملوا محاولات كتيرة جداً غبية علشان يسرقوا البنك بيها. لما بيخشوا جوه البنك بتحصل حاجة فبتغير مجرى أحداث الفيلم خالص، والناس دي بتتحول من ناس كانوا عايزين يسرقوا لناس بتدافع عن البنك وبقوا أبطال في الآخر. يعني عايز تسرق البنك؟ يعني احنا كده عايزين سلاح وقنبلة وشنطة كبيرة عشان نشيل فيها الفلوس. سيبوا موضوع الشنطة ده عليا. انا بعمل دور نصاب داخل يسرق بنك، انا وابويا اللي هو الاستاذ بيومي فؤاد، وبيتصادف ان في ناس تانية داخلة تسرق البنك في نفس الوقت، ومن هنا بتحصل مواقف كوميدية. نقط الكاش كباري كله او باش واسمها ايزي ماني. Easy money, easy money. دي
مش أول مرة المخرج طارق العريان ينتج فيها، لكنها أول مرة ينتج لمخرج غيره. طارق العريان وزوجته الفنانة أصالة نصري روجوا للفيلم على صفحتهم على الإنستجرام. كلهم مبروك وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، كلهم صحابنا يعني، وتحديداً أكرم طبعاً صديق العمر يعني، فإن شاء الله بإذن الله الفيلم يكسر الدنيا ويعمل شغل كويس إن شاء الله. أقول لهم ألف مبروك على الفيلم، ومتأكد من الفيلم ده هيبقى حاجة مهمة جدا. أنا كان عندي فرصة يعني إن أنا أقرأ السكريبت، احنا لسه هنخش نشوفه، لأن مصطفى صقر وعز أصحابي جدا، فكنت عارف الفيلم من الأول. بقول لهم مبروك مقدما، وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا ويبقى فيلم ناجح جدا. هي حدوتة البشر مع بعض، يعني علاقتنا ببعض شكلها ازاي، علاقة القوى المسيطرة على القوى الأضعف. الشخصية بتاعتنا اللي هي الأساسية، واحد قضى عمر طويل بره مصر، بعد 20-30 سنة الناس ما نسيتش ان هو مصري ولا عربي، وساعة ما حصلت مشاكلها تم اضطهاده برضه. ده فيلم اجتماعي بيتكلم على أنماط البشر، اخلاقياتهم بصفه عامه. فاكر نفسك انك تقدر تغير الناس؟ ده انت تبقى عبيط قوي. مش هتبطل شغل الشعوذه بتاعك ده. كعادتها ساره سلامه بتقدم دور جريء ومثير للجدل. هو الفيلم انا طالعه مفروض بدور بروستيتيوت، الشخصيه نفسها فيها كذا نقله. ما خفتش خالص، لانه انا دايما ما بهتمش بالاشاعات اللي بتجيلي، وانا شايفه ان الدور مش مجرد ان انا بروستيتيوت وطالعه فاشن قوي ومهتمه بنفسي واغراء والحياة، لا خالص، هو الفيلم فيه تمثيل. على غير المعتاد اقيم العرض الخاص بعد اسبوع من بدء عرض الفيلم. ما هو العرض اتاجل شويه لظروف خاصه، كان سفر خالد للمغرب، وكان كمان المنتج مسافر. الرقابه اصرت على وضع لافتات فوق 16 سنه على افيش الفيلم. يعني اتناقشت معاهم في ده. هو الفيلم مش لدرجه بلس كاستين، يعني فيلم فيه زي كل الافلام اللي موجود. انا يعني بنتي ممكن تشوفه يعني. الرقابه العمريه خش بيها لغايه سن 21 حتى. ولو انت عارف الصح والغلط مستغني جايبني ليه؟ مش تحركني كده بالزرار زي ما انت عايز؟ عايز بقى بعد ما يدمر حياتنا وشغلنا خدامين لمزاجه ودينه جاي دلوقتي يرمينا بطول دراع. تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في تايلاند. خالد الصاوي بعت رسالة لجمهوره أثناء تصوير الفيلم في تايلاند. تايلاند جميلة، بس أنا شخصياً زهقت منها جدا. الفيلم بيجمع بين سارة سلامة ويسرى اللوزي وكارولين خليل، وظهرت إشاعات كتير عن أجواء تنافسية بينهم في التصوير. والله العظيم ما كانش فيه منافسة خالص. أنا حسيت أنه أنا بتعامل مع عيلتي، يعني ما حسيتش خالص أن فيه منافسة. ما فيش حد هنا عارف حدوده. عارف العيب في ايه؟ لا في الناس. لحظات من الاعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد. من تونس كان عندنا تغطية حصرية واكسكلوزيف لايام قرطاج الموسيقية في الدورة الرابعة. تغطية زميلتنا كريم وسلاتي كانت مميزة من خلال الحوارات التي أجرتها مع الموسيقيين والضيوف الشرف، والعرض الافتتاحي كان مميزا للفنانة روضة عبد الله. أقيم حفل افتتاح مهرجان قرطاج لدورته الرابعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، واختيرت الفنانة الشابة روضة عبد الله لإحياء افتتاح المهرجان. إن شاء الله اليوم كنا في مستوى افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، هكا اخترت أني نلبس ونكون، لأنه دورة تونسية وعنا ضيوف من البرة، حبينا نوريهم أقل حاجة لبستنا التونسية، واليوم سمعوا موسيقتنا ونغمتنا وكلمتنا، وإن شاء الله كنا يعني في مستوى هذه الدورة. بقريب يعني باش نبداو في تصوير فيديو كليب الأغنية، سجلناها يتبعونا باش يكون تصويرها في تونس في احدى المدن التونسية. روضة عبد الله قدمت مشروعا فنيا يستلهم خطة الموسيقى من نغمات وإيقاعات موروثنا العربي الزاخر بالمعاني، وقد اختارت له عنوان قطيتي.
روضة عبد الله، ولدت في 27 من إبريل عام 1987 بمدينة قاب بالجنوب التونسي. حصلت عام 1999 على جائزة أفضل صوت بمدينة قابس في اليوم العالمي للموسيقى. الحفلة امتدت حتى في كواليسها، حيث اجتمع النجوم والنجمات في أجواء مبهجة مليئة بالفن والغناء. صابوني بالحجر، وينك يا قمر؟ عم غسل وجهي. يعني شعور ما بيوصف، انه انا هون عم بتعرف على نوع من موسيقى جديدة، عم بتعرف على مواهب جديدة بتونس. يعني هيدا شرف لإلي اني اكون موجودة، واكيد شيء كتير مهم. كتير مبسوطة وكتير إلي الشرف اني اكون بلجنة تحكيم مهرجان ايام قرطاج الموسيقية، ونحن دائما لما كنا صغار كنا نحلم بقرطاج وتونس، فاليوم عن جد هيك حسيت كأنه هي بحد ذاتها جائزة. يتسنى لما بدا يتثنى وعدي ويا حيرتي، وعدي ويا حيرتي. زميلنا راغب حلاوي الأسبوع اللي فات غطلنا كل الأحداث اللي كانت في العاصمة بيروت، وخصوصا الاحتفال اللي كان بالسينمائيين في دليل السينما اللبنانية، حيث كانت المنافسة بين 5 أفلام. خلونا نشوف التفاصيل مع بعض في التكريم والأكسكلوسيف انترفيوز التي أجراها الزميل راغب حلاوي. انطلقنا من داخل حفل توزيع الجوائز الأفلام اللبنانية في بيروت بحضور عدد كبير من نجوم الفن المشاركين. المنافسة كانت كبيرة بين أفلام عدة، من بينها ورقة بيضة، يلا عقبالكم شباب، باغيزيان، وبالحلال. من أول ما جوزنا ما قضينا نهار مثل الخير. غنية فيلم اسمعي اسمها بغيابك يا حبيبي. لا صوت ولا صدى. أنا شاركت هيك مثل ما بيقولوا ضيفة بالفيلم يلا عقبالكم شباب، تسليت كتير فيه. منهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت؟ لا لا. أهم مهرجانات عالمية أو احتفالات مثل هذا الحفل الموجودين إحنا فيه هلأ، 5/7 نسبتهم بيبقوا بالفشل بعد أول سنة. ليه؟ لأنه بيكون يمكن إذا بدك الاتكال هو على العناصر السنوية مش على العنصر الأساسي. بعتقد واجب السينما واجب أن يكون قريب من الواقع، وإذا بدك نوعا ما مرآة مجتمع. قولي انت تخطيت الخط الاحمر. انا رح اقول لك اذا في خط احمر انا مبسوط اتخطاه. مبسوطه اني هون لانه صار لي سنتين عم بحكي مع اميليو كرمالكم موجوده بالالاميز، خاصه انه انا السنه الجايه رح يكون عندي فيلمين سينما، اول فيلمين لإلي. انا عندي فيلم مع زياد دويري رح يكون اول فيلم لإلي، رح ينزل بالمبدا ايلول 2017، وفيلم هلا بدي بلش صوره مع ميشيل كمون اسمه بيروت هولدم. هلا ان كان ناتس عامل شوك للعالم، بس انا كشخصيه لعبتها كثير كانت ناشفه وقويه، وان كان بالحلال المراه المسلمه اللي هي عم تعاني من ضغط المجتمع كمطلقه. ويلا عقبالكم الشباب كان كليا مختلف، كان حدا كوميدي. يعني لك عندك مغناطيس للمجديد، مين ما بقول لك تشفت لي له مش عم بكتب فيلم انا، وحكون يعني عم كون شريكه بالانتاج كمان، لانه حسيت انه وصلت لليفل صار فيا انا الشخصيات اللي انا عم بلعبها. وحده بتحب تتجوز واحد يحترمها ويحبها. ولا في فيلم يلا عقبالكم شباب نازل، ف حنشوف شو حنعمل. ما في غير بتقول لي روقي وانطري وحاتركها. على مين عم تضحك؟ انا في فيلم نازل اسمه بالحلال انا كثير حبيته، ف اذا ما ربحنا نحن يربحوا هو. عم تظهري معه بس بالحلال. هيدا السنة الرابعة، وفي 5 أفلام مشاركة بالكومبيتيشن، وضفنا عدة كاتيجوريز كمان يلي ضمنهم بس برودكشن ديزاين. أكثر الجوائز حصدها فيلم ليسن، وحصد 4 جوائز: Best Motion Picture, Best Sound Editing, Best Music, Best Cinematography. أما فيلم ورقة بيضاء أو ناتس حصد على 3 جوائز: Best Production Design, Best Editing in the Lebanese Motion and Picture. أما فيلم بالحلال حصد على جائزة Best Writing Script.
افضل كتابه سكريبت. بس انت ما تواخذيني بهالكلمه مره مطلقه، خطر الناس تشوفنا مع بعض. دانيال عبيد باريزيان. فيلم باريزيان حصد على جائزه بيست دايركتور، افضل مخرج، واخيرا يلا عقبالكم حصد على جائزه بيست انسومبل كاست. قديش معهم سنه سنتين؟ ما حلك تفهم انه ما بديش سيريس الزلمه؟ مستمرين معكم في عربود اكسترا، سنفترق للحظات من الاعلان ونعود، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. تم تنصيب فنان الراب العالمي التونسي الأصل كريم الغربي سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة. التفاصيل كلها عند الزميلة إلهام صغير. أنا فرحان اليوم برشا التكريم هذايا، حاجة تشرفني. بسم الله يركيك، بسم الله يدكك، ميسر تلك ليك عمالي سمك غناك، مكدوة دانس شدعتيه من كاري، تلوج ملقتنيش أبي ناير نباري. نعرف أنه أنت على المستوى العالمي معروف، بس الجنسية التونسية مو كتير عالم وناس يعرفوا أنه أنت تونسي. أيوة شوية يعني العرب بيعرفوا اللي أنا تونسي، في أوروبا وفي أمريكا ناس يعني تغلط شويه في الجنسيه نتاعي، يعني انا تونسي، تونسي حر. الاصحاب اللي خضروا اليوم انا حسيت فرحت امي وهزيت لها راسها قدام العباد. كنت بحكي انا وياك مشي شهرين قبل اللقاء وعدتنا بسكوب اكسكلوزيف لبرنامج عرب سكوب. اوكي ان شاء الله عندي باش نصور تو كليب في دبي ان شاء الله بعد ما يهبط السنجل نتاعي جديد اخر شهر. الاغنيه اسمها بوس والاغنيه اسمها حبيبي. نمبر 1 في اي والحومه نعيش بالليل، غنيت وعملت فلوس ولازم نجري تعليل، مش كيما اللي لقيته هو يغني شاح ويرد عليه. كريم الغربي، حابين نرجع شوي لبداياتك، العديد من الاعمال وعديد من الكليبات وتعاملت مع اسماء كبيره في سنوب دوغ، في العديد من الاسماء، احكي لنا شوي على هالبدايات. انا بدايتي كانت من تونس، رحلت عمري 16 لفرنسا، كنت العب كوره يعني كنت صغير، وفي فرنسا بديت موسيقى الراب. رجال جابت فلوس وفلوس جابت رجال، رجال حسبت رجال وتلال خلف العبالة. وبعدين رجعت شوية على الوطن العربي، كان ديو ناجح أنا ورولا سعد. آوي 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 سي بوغ لا في حبيبي ربنا يسمع منا. وبعد النجاح هذاك الديو طلعت على أمريكا، في أمريكا كان ديو الأول مع The Game، والحقيقه يعني هو الوحيد اللي فتح لي يعني الفرصه لاشتغل مع فنانين كبار. كريم الغربي، ليه الفنان التونسي دائما بيلاقي النجاح خارج تونس؟ بلادنا صغيره وفي يعني برشا بلدان في العرب ديما يطلعوا يلقاو نجاح البرك في البلاد، ممكن الامكانيات يعني ما عندناش امكانيات، سوق الموسيقى ما فماش سوق موسيقى في تونس مازال. حبيت تبني وتعلي وتعلي وتونس في مهب الريح. كريم نرجعوا شوي للسوشيال ميديا، على الانستغرام في ثلاثة اشياء بتحبها، الفتيات الجميلات، الساعات والسيارة. كل رابر يعني مغني راب عالمي ناجح يحب السيارات، هو مش حتى مغني راب، اي واحد في الدنيا دي يعني يحب السيارات ويحب الجميلات. ديما كلاس حصل اليوم في العمر، ملوح دينارات وتواسى ماشي يجيب في دولارات تخضر. يعني ما فينا نشوف كريم الغربي وما بنحكي على التاتواج. كل تاتو عنده يعني قصه وراها، هذه امي. اوكي. وفوق راسها تاج، هذا جينجستا يعني على العيشه نتاعي قبل، وهذوما ورود يعني كل تاتو يعني انا كملت الحين كملت ما المس يدي. فلما تكمل تاتو تكملوا بالورود. ديما ديما راس مهزوز فوق معاكم خارجه من الريم، انت مرسم بالحديد وانا مرسم بالبرين برين. نكاد عليه هزوز كسبتو كسبتو ما زلت نكسب من ثم اللي من عطاء اختار قصة أغنية المصورة الجديدة معجبين مختلفة تماما عن كليباته السابقة. مينا قرر أن يكون قبل المرة الأولى
وعن سبب تأجيله للألبوم وأيضا أغنيته الجديدة عنقود العنب كان لقاءنا معه من داخل كواليس تصوير معجبين. مينا كشف لنا عن اسم الأغنية وتفاصيل أكتر عنها. أغنية معجبين كلمات الشاعر الجميل محمد رفاعي وألحان العبقري محمد رحيم وتوزيع الموزع الجميل قوي عمر إسماعيل، إخراج دكتور مرقص عادل، مدير تصوير الجميل جوزيف لويس. والأول مرة مينا عطلة أب في كليب معجبين. ومعايا بقى البنت الجميلة اللي في الكليب، مش هقول لكم هي مين، بس البنت صنطوطة فريدة، معرفهاش. البنت دي مش بنتي، معرفهاش. تكتم شديد يفرضه مينا على جنسية الموديل شاركته في الكليب. والله أنا ما اخترتش الموديل، يعني هو المخرج بقى هو اللي بيتولى القصة دي، يعني هنسيب الناس اللي تقول، مش هنقول لهم هي أجنبية ولا مصرية. كمان وضح لنا سبب تأخير نزول أغنية عنقود العنب. عنقود العنب بقى لها فترة كبيرة جدا عايزين نصورها، بس ما جاش فرصة كويسة. هي الأغنية دي جت كده، سجلنا الأوديو عجبنا، طب في فكرة كويسة، طب يلا نخش نصور. صورنا، الموضوع مش هيك، لا لسه ما حددناش امتى بالظبط الصورة هيبقى ان شاء الله. انا شايف حياة متقفلة في وشي، ومهما تعب ما بوصلش، افضل كده لامتى؟ رغم شهرته الا انه لم يصدر ألبوما واحدا حتى الان. ألبوم خطوة مؤجلة بالنسبة لي، ان انا مش حابب ان انا انزل بألبوم دلوقتي، ما احس ان انا قادر اخد الخطوة دي بجد هعمل كده. جولة مينا ورانا في امريكا هيكون لها اجواء مميزة جدا. عندنا حفلة انا ورانا سماحة في امريكا يوم 14 ان شاء الله، زي تور كده في امريكا، وعندي يوم 10 اللي جاي ده في تبع جامعة المنصورة، حفلة قوية جدا ان شاء الله. ونظرا للظروف المؤسفة التي تمر بها مصر، قرر مينا عطا تأجيل طرح كليبه الجديد لوقت آخر تكون فيه ظروف البلد أحسن. هذا كل ما لدينا ليلى من أربود أكسترا. كونوا غدا أيضا، راح يكون في بيست أوف لأحلى التقارير شفتوها الأسبوع اللي فات. انتبهوا لحالكم. تشاو تشاو.